بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين متابعينا الكرام، لا زال التحدي والإثارة هنا على أرضية ميدان التحدي لسباقات الهجن. نتابع مع حضراتكم هذه الانطلاقات المتوالية، شوط ينتهي وآخر يبدأ، بينما مسافتنا هي 4 كيلومترات لسن اللقاية. نتابع في هذه اللحظة إعلان الشوط 19 من أشواطنا الصباحية، بينما الأعداد كبيرة مشاهدين الكرام متابعين الأعزاء تنطلق في هذا الشوط وفي هذا التحدي. نتمنى التوفيق لكل الأخوان المشاركين في هذا المسار وفي هذا التحدي الجميل. نتابع بداية هذا الشوط والمقدمة أول الأسماء المنطلقة مشاهدين الكرام هناك مع خط البداية. نتابع انطلاقة وتحديات القمة والصدارة. نهب مع مقدمة هذا الشوط الحمد بن سالم بن علي بن جهويل النابت يقدم لنا. نهب مع مقدمة هذا الشوط، بينما المركز الثاني يتابع ايضا التقدم في هذه اللحظة من وصلت الدوحة مع المركز الثاني لناصر بن خليل بن ناصر الخليل الشهواني يقدم لنا الدوحة مع المستوى الثاني، ولكن التدخل المباشر وصل في هذه اللحظات من اللي تحمل الرقم 80 نتعرف عليها فيما بعد، بينما الدوحة مع المركز الثالث الناصر بن خليل بن ناصر الخليل الشهواني المركز الرابع. مشاهدين الكرام نتابع العدلة مع المركز الرابع لصالح بن محمد بن علي المشروم المري، وخامس الأسماء وصلتنا في هذه اللحظة جبارة سفران بن عبد الله بن سفران بن مسفر وصل مع المركز الخامس. ها هي الخمسة المراكز الأوائل، وهناك سيل جارف من هذا الشوط من سن اللقاية فئة البكار. نتابع هذا المسار بجديد إلى خط النهاية وبهذه التحديات الجميلة مع شعارات أبناء القبائل المنطلقة هنا. هنا نتابع مشاهدين الكرام هذا الشوط، ونتابع أبناء الخليج أيضا الحاضرين والمشاركين في هذا الاحتفال الجميل في المحل الثالث الذي نتابع مع حضراتكم ونصفه من هنا من ميدان الشحانية، ميدان التحدي لسباقات الهجن، حيث أن التحدي حاضرا في هذه المسارات الجميلة. لنا عودة إلى البداية إلى الصدارة والمقدمة. نهب مع مقدمة هذا الشوط حمد بن سالم بن علي بن جهويل النابت يقدم لنا. نهب مع الصدارة والبداية، بينما الدوحة تأتي مع المركز الثاني لناصر بن خليل بن ناصر الخليل الشهواني يقدم لنا الدوحة مع المستوى الثاني، ويلاحق أيضا صدارة هذا الشوط طامع في هذه النقطة الغالية، بينما ثالث الأسماء وصلتنا العدلة تحمل الرقم 1 أشكرك يا ألبرتو، بينما هناك نتابع صالح بن محمد بن علي المشروم المري يتابع لنا العدلة مع المستوى الثالث، بينما رابع المراكز وصلت في هذه اللحظات العنود محمد بن خجيم بن سالم بن عايض العذبة، وهناك أيضا التدخل مشاهدي الكرام من وصلت في هذه الأثناء وبدأت أيضا في الانضمام إلى مجموعة الصدارة وإلى تحديات القمة. يا سلام، شوف المنافسة الحاضرة وتقارب المراكز من بعضها البعض. وصلتنا مشاهدي الكرام هناك بلشه العبد الله بن مسعود بن عبد الهادي الفهيدة المري، الله 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 الله, الله. المزاح حمى على ناموس الشوط على مركز الصدارة، ناموس هذا الشوط هدف الجميع. نتمنى التوفيق لكل الأخوة المشاركين، لكن البداية والقيادة الدوحة 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 لا زالت على بداية الشوط، والشهواني يتابعها في هذا المسار ناصر بن خليل بن ناصر الخليل الشهواني، ولكن بدأ ينخطف مركز الصدارة من هناك بلشة 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 بلشة. يا سلام، عبد الله بن مسعود بن عبد الهادي لفهيدة المري، الله يا هذا الشوط، شوف المنافسة والصراع
على ناموس الشوط. من الذي سيخطف هذه النقطة الغالية في هذا المسار، في هذا التحدي، في هذا الانطلاق الجميل؟ الله الله الله، الكيلومتر الأخير. يا من تبغي الناموس فلتتقدم العدل مع الصدارة، صالح بن محمد بن علي المشروم المري. ولكن يا عذابي من هذا الشوط، يا سلام يا سلام يا سلام، شوف المنازع على ناموس الشوط، المعركة طاحنة ما بين الإخوان. هنا نتابع شواهين، وصلت تحمل أول ندى. يا سلام يا شواهين، الشفيع بن سعيد بن شفيع بن سعيد الفهيدة وصل مع مقدمة الشوط ليغير الصدارة، بينما المركز الثاني أشوفه وتابع من وصلت في هذه اللحظة تحمل الرقم 59 الخليجية. يا سلام، أبخيت بن محمد بن كرد المنخس المري. وهناك أيضا نتابع، الله يا الفائزة، السعيد بن راشد بن عبد الله بن مبخوت بن قرح بدأ أيضا ينضم إلى المعمعة. الله يا هذا الشوط، يا سلام يا سلام، صراع الأقوياء. وصلت أيضا أجنادين العلي بن راشد بن علي البريص المري، بدأت في التقدم. يا سلام يا سلام يا سلام، أجنادين غيرت في هذه اللحظة، غيرت إلى ناموس هذا الشوط، بدأت في خطف المقدمة. علي بن راشد بن علي البريص المري غير إلى صدارة الشوط. أجنادين أجنادين يا المري، علي بن راشد بن علي البريص المري، سلام المري، سلام سلام أجنادين، سلام. المركز الثاني هو شوط، المركز الثاني وصلت في شواهين الشفيع بن سعيد بن شفيع بن سعيد الفهيدة، بينما المركز الثالث وصلت فيها الفائزة لسعيد بن راشد بن عبد الله بن مبخوت بن قرح، بينما المركز الرابع وصلت مع المركز الرابع خيرة العلي بن جابر بن علي الغيثاني المري. وخامس المراكز وصلت في عنيدة العبد الله بن علي بن ترحيب بن نايفة الهاجري. هكذا نتيجة هذا الشوط، ولكن أجنادين هي بطلة هذا المسار، من حققت الانتصار في هذا المسار. علي بن راشد بن علي البريص المري محقق الأربعة كيلو متر في فترة زمنية مقدارة 6 دقائق و8 ثواني وجزءا واحدا من الثواني. تهانينا والناموس مشاهدينا الكرام لعلي بن راشد بن علي بريس المري على فوز الجنادين في هذا الشوط، بينما المركز الثاني وصلت في فترة زمنية مقدارها 6 دقائق و8 ثواني 5 أجزاء من الثواني. تهانينا والناموس، تهانينا والناموس لشفيع بن سعيد بن شفيع الفهيدة على فوز شواهين بالمركز الثاني، بينما المركز الثالث وصلت في فترة زمنية مقدارها 6 دقائق و9 ثواني من دون أي أجزاء من الثواني. تهانينا والناموس لسعيد بن راشد بن عبد الله بن مبخوت بن قرح على فوز الفائزة بالمركز الثاني.